بخصوص افتتاح اليوم دورة مجلس الأمم مجلس الشعب الوطني، احنا كأعضاء مجلس الأمة الآن عندنا عدة قوانين ننتظرها، خاصة قانون الجماعة المحلية وقانون البلدية وقانون الولاية، لأن منتخب من الولاية، وعلى بالي بلي رئيس البلدية ومجلس الشعب الولائي يحتاج صلاحيات أكبر، وهكذا السلطة المركزية تفرغ الأمور الأخرى. احنا رانا الان نشاهدوا الان دخول اجتماعي اللي ان شاء الله حتكون مساعدات لازمه فيما يخص الدخول المدرسي اللي صعب على اولياء التلاميذ في جل ارتفاع الاسعار اللي نشاهدوها الان. احنا ان شاء الله تكون مسانده ويكون حتى التجار ان شاء الله يكونوا متعارفين مع خاوتهم الزواليه. احنا في نفس الوقت احنا عندنا انطلاقه راني نائب رئيس البرلمان المتوسطي للحمد لله العوده الجزائر للساحه الدوليه في عده مجالات ان شاء الله. اخيرا كان عندنا انتخاب جزائريه في البرلمان النسوي الجزائري، الان الامين العام تاعنا لو دخل امين في الامناء العامين تاع افريقيا تاع البرلمان الافريقي، هذه التتويجات كلها ان شاء الله راح تصب في صالح الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي الان خلاص الدبلوماسيه دي من عندي لاخر، لازم نقولوا احنا نمشوا بمنطق رابح، وحنا كحزب سياسي ديمقراطي رانا في مرحله هيكله في الولايات وتكوين المنتخبين تاعنا في اللجنه الماليه والاستثمار، ان شاء الله حتكون قوانين جديده هذه لاحتضن الاستثمار وتعطي انطلاقه جديده للجزائر الجديدة.